بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة عبودية القلب. عنوان هذه الحلقة القلب المنيب، حتى نقرأ القرآن من سورة الفاتحة حتى سورة الناس تنصب 20 نوع من أنواع ديال القلوب، 8 ديال القلوب بالأنواع السليمة و 12 ديال القلوب من الأنواع المريضة. من هذه الأنواع السليمة هو القلب المنيب اللي قال فيه الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. القلب المنيب هو الرجاع اللي دائما ترجع الله عز وجل وتيتوب الله سبحانه وتعالى وتيقبل على الله سبحانه وتعالى، لأن أناب بمعنى رجع. ومن نقو الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والله سبحانه وتعالى سيعرف وهو العليم أننا مرة تنهربوا منه وتنخرجوا من الطريق المستقيم أحيانا، بحال العبد الآبق اللي بالدارجة المزرطي اللي هرب مدة ثم تيرجع عاود للسيد ديالو. كذلك المؤمن تيقد يهرب بسبب ديال الإغراء ديال النفس أو الوساوس ديال الشياطين ديال الإنس وديال الجن، ولكنه تيرجع وما تيبقاش مستمر ويتمادى في غيه. تيقول سيد ربي سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وهو تيبين هاد الصفة هذه ديال هاد أصحاب القلوب المنيبة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيا أيها الإنسان الضال ويا أيتها الأمة، أنت عبد آبق هربت من ربك، فبادر بالرجوع إليه ولا تؤخر التوبة. وغادي تحسب من المصرين على الذنب، فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ولأنك ما تتعرفش الوقت ديال النهاية ديالك إمتى غادي يكون الأجال ديالك، فإذا أذنبت فقد خرجت عن طاعة الله، وبادر بالرجوع مباشرة لأنك ما عرفتيش إمتى غادي تجيك الموت وهي لا تأتي إلا بغتة. وهذا تيؤدي أن الإنسان خصو يكون رجاع ويرجع وينيب إلى الله عز وجل. هذا تيدل على الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى بالعبد ديالو اللي تينتظر سبحانه وتعالى إمتى يرجع وإمتى وتيقبل عليه الله عز وجل بتوبة التائبين وتيغفر للمذنبين والمستغفرين. فالله هو الذي خلقنا بشرا ماشي ملائكة، حتى أنه جاء في الحديث النبوي الشريف: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فلهذا خصنا احنا ماشي ملائكة، ولكن خصنا نرجعوا نتوبوا الله عز وجل. ويعلم الله عز وجل أننا قد نخرج عن طاعته ونعصيه، ولذلك بين لنا أنه سبحانه وتعالى هو تواب ورحيم، وإذا خرجنا عن الطريق عدنا، حتى إذا جاء أجلنا لا يأتينا إلا ونحن على الإسلام. ولذلك يقول الله تعالى في سورة البقرة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن مت أيها المسلم على الإسلام، معنى هذا أنك راك استغفرت الله من جميع الذنوب ديالك وأديتي داك الشيء اللي عليك من الحقوق ديال الله ومن الحقوق ديال العباد، والعبرة بالحسن ديال الخاتمة والمقدمات الحسنة تتوصل إلى الخاتمة الحسنة. سيقول سيد ربي سبحانه وتعالى في محكم كتابه في سورة قاف:
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. فيلقى الله سبحانه وتعالى هذا ما توعدون، هذا ماشي لجميع الناس. فليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غادي يدخل هنا، لا، وإنما هذا فقط لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فعلى كل واحد منا أن يحاسب نفسه، هل تتحقق فيه هذه الأوصاف أم لا؟ نسأل الله عز وجل أن يؤتينا قلوبا سليمة منيبة، إنه على ذلك قدير وبالاستجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله.